يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلوات المكتوبة وقبل الاستغفار والأذكار؟ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلاة المكتوبة وقبل الاستغفار والأذكار؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد السلام من الفريضة استغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد الفجر فإنه يأتي بعشر تهليلات، أو بعد المغرب يأتي بعشر تهليلات. وأرشد صلى الله عليه وسلم أنه بعد التهليلات وبعد الذكر يأتي يكبر الله 33،